تخيل كده قاعد على قهوة لقيت بياع شاطر عد عليك وقف على الترابيزة بتاعتك بيبيع لك منتج خامته كويسة وسعره كويس، وبيحاول يقنعك ان المنتج بتاعه براند وان اسمه مهم في السوق، تفتكر هتصدقه؟ طب تعالى تخيل برضو انك قمت من على القهوة ومشيت عديت على مكان شد انتباهك، الديكور والإضاءة والطريقة اللي عارض بيها المنتج بتاعه، هل هو هنا محتاج يقنعك انه براند وان المنتج ده اهم من اللي كان بيتعرض عليك من شوية؟ انت عايز تقول ايه؟ حاجتين تخلي بالك منهم قبل ما تفكر في انك تدفع فلوس وتخصص ميزانية كبيرة في الاعلان وتبذل مجهود في الاستهداف. فكر في المنتج الاول وازاي تعرضه بشكل محترف، وان يكون عندك خطة تسويقية دارس فيها كل ابعاد البزنس بتاعك والمنتج اللي بتقدمه، لان يوميا معدل الاعلانات اللي بتتعمل من المنافسين في المجال بتاعك كبيرة، والعميل بيوصل له المنتج بتاعك ومن اكتر من منافس ليك، وساعتها بيختار انه يقارن ويشوف هيختار مين. وعلشان العميل يختارك لازم تهتم بتفاصيل كتيرة من اهمها المحتوى بتاعك وطريقة عرضك ليه سواء كان صورة او فيديو. وده دورنا في مستر بيرفكشن، اننا بنقدم لك التسويق بشكل متكامل من اول وجود خطة تسويقية ليها اهداف واضحة فيها كل الجوانب اللي تنجح البزنس بتاعك، ونقدر نطبقها كمان بكل الادوات اللي هتحتاجها سواء كانت صورة او فيديو، لان نجاحنا واحد. سجل بياناتك وسيب الباقي علينا.